حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه ان عائشه رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينه صامه وامر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه